سعيد معزم على الحج هالسنة، وأقول له تقبل الله طاعتك مقدما والله يسر لك وترجع لنا بالسلامة حج سعيد. بحكم الزحام في موسم الحج هناك بعض الأمور الصحية اللي أتمنى اتباعها، مثل اختيار الملابس، ملابس الإحرام طبعا القطنية، وغسلها قبل اللبس عشان ما تتحسس الأجسام منها. حج هالسنة في عز الصيف وتزيد احتمالية حروق وضربات الشمس، لذلك مهم استعمال كريم وقاية من الشمس خالي من الرائحة اللي يجب استعماله كل ساعتين في حالة تعرض للشمس. وانصحك بعد يا سعيد باستعمال المظلة الشمسية والإكثار من شرب السوائل، وأكيد مع ارتفاع درجات الحرارة تزداد احتمالية الإصابة بالتصلخات الجلدية والفطريات، لذلك استعمال كريم مناسب لهذه التصلخات مهم. أما الأمر الثاني اللي يزيد بسبب الزحام فهو احتمال انتقال بعض الأمراض المعدية مثل الجرب وغيرها من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، لذلك مهم التأكد من نظافة مكان المبيت والحمامات وعدم المشاركة في الأدوات الشخصية خاصة أدوات الحلاقة. ويا سعيد إذا حسيت بأي مشكلة فلا تتردد بمراجعة الطبيب المرافق فورا. ونتمنى لكل الحجاج حج مقبول وذنب مغفور، وعساكم دوم بصحة وسعادة.